قام المديرون العامون لمكاتب الثقافة والأعلام والسياحة الأستاذ ماهر عوض بن صالح والأستاذ خالد أحمد القحوم والأستاذ عبد الله عبد القادر الشعملي صباح الخميس بزيارة لمديرية الشحر، حيث التقوا قيادة السلطة المحلية بالمديرية برئاسة الأستاذ مصبح العبد البحسني نائب المدير العام للمديرية، الذي رحب بهم شاكرا إياهم على الزيارة التي قال أنها تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية بمديرية الشحر ومكاتب الثقافة والإعلام والسياحة، وذلك لاطلاعهم على احتياجات المديرية في المجال الثقافي والإعلامي والسياحي. من ناحيتهم عبر المديرون العامون للثقافة والإعلام والسياحة عن سعادتهم لزيارة مديرية الشحر للاطلاع على احتياجات فروع مكاتبهم بالمديرية، التي استمعوا من مديرها الأستاذ عبد سالم كليواش مدير الثقافة والأستاذ إبراهيم محمد البكري مدير الإعلام والأستاذ صديق محمد بفضل مدير السياحة في اجتماع ضم قيادة السلطة المحلية بالشحر وبحضور مدير أمن المديرية العقيد عوض بن عكاس العثاني على أبرز الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عملهم. وأكد بن صالح والقحوم والشعملي العمل على حل وتذليل تلك المعوقات والصعوبات بالتعاون والتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية بما من شأنه ضمان إنسيابية العمل في تلك المكاتب. كما حضر المديرون العامون للثقافة والإعلام والسياحة جانبا من رقصة الشبوان والعدة على هامش الزيارة السنوية للشحر، التي كرم فيها مكتب الثقافة مغني الأذان الشهير محمد أحمد بن سويد تكريما لدوره الفعال خلال مشوار حياته الفنية الممتدة لأكثر من 40 عاما. كما زار بن صالح والقحوم والشعملي أيضا على هامش الزيارة متحف الشاعر الغنائي الكبير حسين أبو بكر المحبار، متعرفين من القائمين على المتحف على محتويات المتحف المختلفة واحتياجاته.